السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد في ظل النقاش الدولي والإقليمي حول ما يحدث في القدس تبقى الكلمة الفصل لأهلها ولقياداتها الشعبية والسياسية والدينية فهي التي تشكل العامل المؤثر الأهم في توجيه خطاب الشباب والمرابطين والمرابطات من أبناء القدس في مسجده الأقصى من هنا يسمح لنا اليوم أن نتشرف باستضافة فضيلة العلامة الدكتور الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى للحديث عما يحدث اليوم في القدس وعن الأطماع الإسرائيلية هناك فضيلتك يسعد مساك وأهلا بك شرف بحضورك أهلا بك بارك الله فيك اسمح لي قبل النقاش فقط تعريف بعجالة للجمهور الكريم المتابع أهنبيك. لفضيلتك فضيلة الشيخ هو مؤسس هيئة العلماء والدعاة في فلسطين عام 1992 ورئيسها وهو ايضا امام وخطيب المسجد الاقصى المبارك عضو مؤسس في رابطه مؤتمر المساجد الاسلامي العالمي بمكه المكرمه عضو المجمع الفقهي الاسلامي الدولي بجدة انتخب رئيسا للهيئه الاسلاميه العليا في القدس الشريف عام 1997 بالاضافه الى قائمه اخرى تطول واسمح لي ان ارحب بك من جديد اهلا بك شرفنا بحضورك بارك الله فيك واسمح لي بسؤال مدخلي شيخنا ما الذي يحدث اليوم في القدس بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا نشكر فضائية رؤيا لهذه الاستضافة ولهذا النبض وإن شاء الله سيبقى النبض قائما. تسلم يا سيدي شكرا. أما بالنسبة للقدس، القدس هي مدينة محتلة منذ عام 1967 واحتل قسم منها في عام 1948. ويحاول الاحتلال تهويد المدينه في جميع المجالات اما ما يحصل الان هو رفض الشباب الناشئ لممارسات الاحتلال التي تجاوزت الخطوط الحمراء وكثره ضغط قد ولد الانفجار والذين انفجروا هم من المواليد الذين وجدوا على ظهر الارض ما بعد اتفاقيه اوسلو، اذا هم رفضوا كل الافق السياسي ورأوا ان الاوضاع القاتمه يجب أن تزول نعم ولا يجوز السكوت عن الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى بشكل خاص وبحق مدينة القدس بشكل عام فانطلقت الشرارة من الأقصى نعم, نعم. اسمح لي شيخنا يعني هناك الحديث عن المسميات عما يدور في القدس اليوم نعم. اللي هي انتفاضة ثورة احتجاج هبة شعبية ماذا تسميه اعتبرها كل شيء هي انتفاضه هي هبه شبابيه ايمانيه هي رفض للاحتلال بممارساته القمعيه الوحشيه فالمسميات كل يحلل حسب تصوره لأن الشباب انتفضوا انطلقوا وحينما انطلقوا لم يستشيروا أحدا، وهذه بوادر الانتفاضات حينما ينتفضوا لا يستشيرون أحدا، لأن كثرة الضغط كما قلنا يولد الانفجار، وكالمرجل الماء الذي يغلي يختزن الحرارة يختزن الحرارة في لحظه ما يفور نعم وهكذا الشعب طيب اسمح لي سمحت الشيخ فقط قبل ما اسالك عن التقسيم الزماني والمكاني وهو يعني مشكله قائمه اليوم في الاقصى المبارك ان اذكر فقط بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيه لهذه الليله والسؤال يقول هل تؤيد وجود قوات دوليه في القدس الاجابه بنعم او لا وسنستعرض الاجابات اثناء حلقه الليله التقسيم الزماني والمكاني نعم لابد من الإشارة قبل ذلك لنقول نعم. بأن الزيارات لغير المسلمين أجانب أو غير أجانب لغير المسلمين كانت موجودة ما قبل السبعة وستين نعم. وحتى ما قبل الثمانية وأربعين كان هناك أجانب يزورون بغض النظر عن مسمياتهم عن دياناتهم والزيارة تأتي بكل سلاسة وكل احترام يلتزمون آداب الزيارة وانتهت هذه الزيارات بفترة الاحتلال ثم تجددت لكن بعد عام 2000 ظهرت بوادر أطماع اليهود في لا. موضوع الأقصى كانوا يزورون سابقا مع الأجانب دون أي تشنج دون أي عدوان دون أي صخب دون أي خروج عن أداب الزيارة التي تعدها الأوقاف الإسلامية بعد عام 2000 واقتحام كما يعرف باقتحام شارون للمسجد الأقصى شعرنا بخطر حقيقي لماذا لان شارون حينما اقتحم الاقصى كان في صف المعارضه في حزب الليكود وكان الذي يحكم في حين حزب العمل قياده آه اللي هو باراك نعم فاتفق الحزبان على موضوع الاقتحام لان الذي حرس شارون ما يزيد على آلاف عنصر من الأجهزة الامنيه الاسرائيليه وكيف ياتون الثلاثه الاف دون تنسيق مع الدوله نعم. اذا اتفق السياسيون على موضوع الاقصى باقتحاماته وباطماعهم وهذا كان بتاثير الجماعات اليهوديه التي كانت قليله وبدات تكبر فنادوا بان يكون لهم حق في الاقصى وأن المقتحمين أصبحوا يدخلون بحراسة من الشرطة الإسرائيلية. نعم. لماذا هذه الحراسة؟ إذا هم يريدون اعتداء، والمعتدي يبقى خائفاً ويريد حماية وهي الشرطة، لماذا هذه الحماية؟ إذا لهم هدف وهو فرض واقع جديد في الأقصى. وبدات الاحتكاكات وبدا التوتر مه. اخر اربع سنوات بدا الخطر يشتد اكثر واكثر في اطماعهم في الصلاه في رحاب الاقصى و... والسبب ان الجماعات اليهوديه المتطرفه اصبحت لها نفوذ قوي نعم تحالفت اولا مع شارون وفشل تحالفت مع اولمر ثم تحالفت مع نتنياهو الحالي و وفي كل مرة يحصل احتكاك ويحصل اقتحام من الجيش لمد... للمرابطين والمرابطات ولمصاطب العلم من هنا تطور الوضع وتوتر الوضع شيئا فشيئا طيب اسمح لي سمحتك أرجع شوي للواقع الميداني اليوم وحتى اللحظة الاستشهاد مستمر الشباب مستمر بالمقاومة بالهبة بالانتفاضة هناك إصابة 200 شاب فلسطيني في مواجهة جمعة الغضب كيف شايف حماسة الشباب اليوم في القدس وفي فلسطين عموما نعم. آه قبل ذلك أكمل نقطة فضل. في موضوع التقسيم نعم. حاولوا وفشلوا حاولوا عدة مرات في خلال الأربع سنين يحاولون تطبيق التقسيم وفشلوا شو معنى التقسيم يعني بيريدوا الفترة الصباحية مثلا من الساعة السابعة والنصف الساعة 11 يريدون هذه الفترة أن تكون لهم فقط يمارسون عباداتهم التلمودية دون وجود مسلمين هذا التقسيم زماني لكن لم يحصل ولم يتحقق لذلك كان صخبهم وكان آه جام الغضب ينصب على المرابطين والمرابطات لانهم يعني كانوا يصدون هؤلاء المتطرفين حاولوا اصدار قرار من رئاسه الدوله عندهم فشلوا حاولوا اصدار قانون من الكنيسه الاسرائيليه كمان فشلوا وهكذا فهذه المحاولات تراكمت الى ان انفجر الناس هلا بالنسبه الى الشباب الشباب اندفعوا كما قلنا من منطلق الاقصى واندفاعهم هو اندفاع عقيده لان الاقصى الدفاع عن العقيده باعتبار الاقصى جزء من عقيده المسلمين وبالتالي هذا الاندفاع هو اندفاع قوي يقصد الشاب منه النيل بالشهاده ليحصل على الجنه لان الشاب حينما يقدم بهذه بهذا الاندفاع القوي ما هدفه هدفه ان يستشهد هدفه ان يصل الى الجنه فاذا كان هدفه الوصول الى الجنه لا احد يردعه لا احد يقف امامه و ورايتم عبر شاشات التلفاز ومن شاشاتكم كيف هؤلاء الشباب بقوه وبحماسه وبجراه بدون اي خوف لأنه يريد أن ينال الشهادة في سبيل حماية الأقصى ويريد الشهادة بعد الشهادة الوصول إلى الجنة نعم سمحتك إحنا عندنا فاصل وبعد الفاصل رح نحكي عن ثورة السكين تأثيرها على المستوطن اليوم من الذي يقاوم اليوم في القدس رح نسأل عديد الأسئلة حقيقة حول ما يحدث في القدس وعن أوسلو وعن كل تداعيات ما يحدث في فلسطين وسنواصل الحوار وسماحة الشيخ بعد فاصل قصير فابقوا معنا أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفنا الجليل وسمحتك توقفت عند ثورة السكين اللي بنشهدها اليوم في القدس وفي فلسطين عموما وبدي أسأل عن تأثيرها على المستوطن اليوم هذه الثورة نعم يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وردت لفظ قوة في الآية الكريمة بصيغة ما نسميه النكرة تفيد العموم وليس للتعريف نعم. معنى هذا الاستعداد لأي طريقة تؤدي الى قوه فالشباب هم عزل بحثوا عن اي شيء يساعدهم بقوه فلجاوا الى السكين ولجاوا الى الدهس هل الاشياء المتوفره لديهم نعم وكلمه ترهبون به اي تخيفون به العدو ودلاله الترهيب في القران يختلف عن دلاله الارهاب في لدى الغرب الغرب يسموا شخص ارهابي يعني انه معتدي ومخيف وخارج عن القانون لكن في الشريعه الاسلاميه اعداد القوه من اجل اخافه العدو واخافه العدو حتى لا يعتدي العدو علينا فمفروض اي دوله في الاسلام ان تكون قويه ليس لتعتدي وانما لتمنع العدو ان يعتدي عليها لا. تحسب حساب يعني فهؤلاء الشباب استعملوا موضوع السكين أه وما في شك انها اوجدت رهبه وخوف وارباك في صفوف المستوطنين حتى قتلوا بعضهم بعضا ظنا منهم أن هذا هو ارهابي او هذا هو فلسطيني حتى قتلوا الارتيري نعم. لان بشرته سمراء فافتكروه عربي وافتكروه هو من ضمن المنفذين للعمليه فقتلوه وشخص كان يهودي مختلف يختلف مع رب العمل وكان معه سكين ليضرب معلمه او صاحب العمل فشافه الشرطه وسمع الصراخ فاطلق الرصاص عليه مباشره وهو يهودي وهكذا في حالات كثيره حصلت انه ان الارباك والخوف والرعب يعني لو مشيت في شارع من شوارع اليهود وقلت هذا عربي ها لتجد كلهم يهربون إيه الى اماكن الخفاء فاثرت عليهم قطعا ما في شك في ذلك نعم طيب مين اللي بيقاوم اليوم في القدس الجيل الذي ولد ما بعد اسله اي الجيل الذي من الاعمار اللي عمره 16 سنه و17 سنه، لان هؤلاء الجيل لم يجدوا اي بارقه امل من خلال الحلول السياسيه، ووجدوا ايضا تعسف من قبل الاحتلال بحقهم، ووجدوا ايضا ما يحصل لدى المرابطات بان القوات الامن الاسرائيليه الاحتلاليه تضرب النساء لا تحترم حرمه النساء هذا اثر فيهم ومن لا يغضب هو لا ليس في قلبه ضرة ايمان متى علينا ان نعلن انتهاء اوسلو اليوم هي بالنسبه لاتفاقيه اوسلو هي لحالها بتخلص يعني لحالها بتنتهي يعني بدون بدون اعلان وأولا أصلا الساسة الإسرائيليون المحتلون أعلنوا انتهاءها سابقا من أيام شارون قال لنا انتهت أوسلو وأيضا نتنياهو لا يعترف فيها والدليل أنه بهودوا مدينة القدس والمستوطنات شغالة في القدس في محيط القدس ومصادرة الأراضي بينما ينصون في اتفاقية أوسلو بان القدس مؤجله الى المرحله النهائيه للمفاوضات نعم بمعنى ان القدس تبقى كما هي الى ان ياتي عليها المفاوضات لكن اليهود من اليوم الاول لاوسلو اتفاقيه اوسلو بلشوا تهويد المدينه وبلشوا بناء المستوطنات وتغيير المعالم ولم اصلا يعت... ي... يلتزموا باوسلو ثم من من شروط اوسلو او من بنود اوسلو انه بعد خمس سنوات يجلس الطرفان للمحادثات النهائيه بعد خمس سنوات من الاتفاقيه نعم والان زاد الواحد 21 سنه الا لم يصلوا الى الحل النهائي واسرائيل لن تصل اصلا للحل النهائي وسيبقى الوضع هكذا يستغلون الوقت من اجل التهويد بشكل متلازم لا. لا يزال هناك مشروع دولتين دولة فلسطينية ودولة احتلال إسرائيلي. آه نتنياهو في كتابه الأخير يقول لا دولة فلسطينية. وزيرة العدل الإسرائيلية قبل أيام معدودة قال لا دولة فلسطينية. على أرض الواقع ما في مجال لإقامة دولة فلسطينية. ليش؟ لأن المستوطنات قد مزقت البلاد الضفه الغربيه غير مترابطه مع بعضها بعضا في كل ما بين كل مدينه في مستوطنه وفي كل قريه هناك حاجز عسكري في ما يزيد على 300 حاجز عسكري عفوا 600 حاجز عسكري في الضفه الغربيه حواجز عسكريه بين القرى وبين المدن ثم بالاضافه الى المستوطنات الضخمه والذي يسمنونها يكبرونها ما بقي بلاد ما بقي أرض سوى البناء الأبنية فقط فما في مجال مقومات الدولة والمؤسف أن السياسيين يجاملون ويقولون نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة ليه استعمال قابلة للحياة دليل أنها غير قابلة للحياة في الوضع في الوضع الراهن في الوضع الراهن طبعا في الوضع الراهن قسمة, طيب. البلاد. قسمة, قسمة البلاد قسمة البلاد. أما التعبير من أين تجاب كلمة قبل الحياة؟ يعني بدهم يعطوها نوع من كأنه فيتامينات ولا منشطات لأن تصبح دولة وهذا هذا فيه نوع من الخداع. طيب هناك من يتحدث عن قدرة الشباب الفلسطيني اليوم في القدس وفي الضفة الغربية على الصمود وهناك آلة قمع إسرائيلية تتحرك. وتسرح وتمرح كما تشاء نعم ما في شك الخسائر بين الشباب أكثر بكثير من خسائر ما بين الجيش الإسرائيلي لكن الهدف هو بيان الرفض وإيجاد الذعر نعم. عند, عند المحتلين اسمح لي سمحتك بالله. فقط أن أنوه أنه نحن نتابع لقطات من المواجهات ومن من داخل المسجد الاقصى قبل قليل وهذه في شوارع القدس تفضل سمحتك واستذكر الايه الكريمه ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون يعني شعبنا الشباب يتالمون والاحتلال يتألم لكن الفرق ان ان الاهل فلسطين يرجون من الله يتمنون من الله النصر والتأييد والعون ثم موضوع الانتفاضه لا تؤدي الى انهاء احتلال قطعا لكن تحريك القضيه اهتمام موضوع القدس الذين تناسوه في العالم العربي بانشغالاتهم الداخلية وصراعاتهم الدموية لم يذكرون القدس فبالتالي هاي الأحداث رفعت موضوع القدس من تحت الطاولة إلى فوقها أصبح العالم يتحدث في القدس وفي الأقصى كيف بفعل هؤلاء الشباب لو لم ينتفضوا لبقيت القدس أيضا منسية لماذا ياتوا السياسيون الى القدس والى رام الله والى عمان من اجل ايه من اجل هاي الاحداث اذا لها تاثير لو لم يكن لها تاثير لما اجى الامين العام للجامعه الدول العربيه الامين العام لهيئه الامم ولما اجى وزير خارجيه امريكا الى هاي المنطقه كيف تقرا هذه الزيارات اليوم اليوم في محاولات للحل محاولات للتهدئه اليوم لتهدئه ما يحدث في القدس التقى كيري و نعم. كويس مم. لنسأل التهدئة على أي أساس إن كنا حريصون إن كنا نحن نحرص على وجود التهدئة لنبحث عن أسباب التوتر وأسباب العنف علينا أن نلجم الاحتلال وأن نمنعه من موضوع الاقتحامات للأقصى علينا أن نسمح للمرابطات بالدخول إلى المسجد حينئذ تتحقق التهدئة تلقائيا أما أسباب المرض وأسباب المشكلة قائمة كيف يحصل التهدئة إذا لصالح من نطالب بالتهدئة علينا نحن أن نبحث ونضغط على الاحتلال إذا بيستجيب هنا محك للاحتلال هل يستجيب لموضوع التهدئة بمعنى أن يزيل أسباب التوتر هناك سيطرة على أبواب المسجد من قبل الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الخارجية هناك منع ما يزيد عن ستين امرأة من دخول الأقصى تعسفا هناك حجز الهويات المصلين حين الدخول م. هذه من ضمن الأمور التي تستفز والتي انطلقت شرار شرارة من الأقصى إذا علينا أن نمنع إن كنا قادرين علي لجم الاحتلال ووقف ووقف الاقتحامات هناك مئة حاخام يهودي وقعوا على عدم جواز الدخول إلى الأقصى يعني حرمة اليهود من دخول الأقصى أو ما يسمونه هو جبل البيت لاعتقاد لديهم أن وصايا سيدنا موسى ضائعة وبتصوروا أنها ضائعة في ساحات الأقصى فاحتراما لهذه الوصايا لا يجوز أن ندخل حتى لا نطأها ونحن لا نعرف أين هي وهذا كان الرأي مجمع عليه عند الحاخامات في إسرائيل في عام 67 لكن بعد الألفين ظهر عدد من الحاخامين من المستوطنات المتطرفين أفتوا بجواز الدخول فكأنهم ناقضوا أنفسهم والتجديد الآن يعني بمعنى تجديد الفتوى اليهودية الحاخامين حديثا بالمئة شخص مئة حاخام من أجل لجم هؤلاء المقتحمين ومع ذلك حسب ما سمعنا أن المتطرفين الجماعة اليهودية مصرة على الاقتحام يعني بمعنى لم تتقيد ولم تلتزم بفتوى مئة حاقام نعم. طب الاحتلال امس اعلن عن رفع القيود العمريه على دخول المصلين صح الى المسجد الاقصى وسمح بوصول ثلاث حفلات تقل مسنين من قطاع غزه. رايك بذلك؟ يوم الجمعه فعلا دخل الجميع بدون تقييد اعمار هذا الاصل ما يجب ان يكون ليس من نيه من الاحتلال م. هم يقولون أننا نريد أن نعمل تسهيلات إذا كان يعمل تعقيدات هو إدانة له يقول لك إيه والله سمحنا لكم يعني ليه أنت تسمح لي هذا حق من إلي هذا المسجد مسجدي هذا البيت بيتي أما أن تقول الآن نسمح لكم بدون تحديد أعمار هذا نفس الإجراء مرفوض لأننا لا نقر بأن الشرطة الإسرائيلية التي تقرر الدخول وتقرر عدم الدخول نعم إذن أعطيناها السيادة والسؤال لمن السيادة هل للمسلمين أم لليهود فالآن نحن أمام صراع على موضوع السيادة ثم هذا موضوع عدم تعيد الأعمار من حقنا اولا، ثم نقطة من النقط اللي كانت اسرائيل تجتازها وتتجاوزها لموضوع الاعمار، لكن بقيت امور اخرى لم تتحقق حتى الان. زي شو؟ موضوع الاقتحامات لليهود، موضوع الستين امراه اللي ممنوعين الدخول مطلقا، م. موضوع حجز الهويات للداخلين واعطاهم ارقام ويحصلون ويعيدون الهويات بعد الخروج عند الخروج من الاقصى فهذه الهيمنه لا تزال قائمه الدخول من كافه الاعمار بيكون لسكان القدس فقط نعم اه نعم الضفه الغربيه ممنوع يدخل اصلا من الضفه اصلا ممنوعين يدخلوا وهذا العقاب عقاب لاهل القدس عقاب نعم. لاهل القدس نعم ولا يزال هذا المنع مستمرا نعم و يعني ما تم امبارح كان فقط اهل القدس هم اللي دخلوا بكافه الاعمار لكن بالضبط و... ومجيء اختياريه قدام كبار السن من غزه، اجوا يعني مش م. الامر ليس ذي بال يعني يعني الشاشه كنا بنعرض عليها المواجهات، بنعرض عليها ها. شباب 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 القدس وهم طبعا قبل شوي قبل قليل كانت، لكن سؤالنا اليوم من يدعم شباب القدس من يدعم شباب فلسطين من يدعم أهالي القدس مع هذا مع عمليات الإخراج من البيوت وتدمير البيوت بعتقد أنه لا يوجد أو ما عندي علم ولم ألمس أو لم أعلم أنه فينا كدعم هدمت عدة بيوت للاستشهاديين ولا المقاومين ولكن لم يحصلوا على دعم لإعادة بنائها وبالتالي آه أتصور أن الشباب حينما انتفضوا ما كانوا معتمدين على أحد ولا كانوا متوقعين أن يقف إلى جانبهم أحد هم يطلبون الجنة ليس ألا. يعني واضح انه يعني راح نحكي اكثر وانا اسمح لي راح احكي عن المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى وموقف السلطه الوطنيه الفلسطينيه مما يحدث والاراده الفلسطينيه وهذا كان حديث لك في ندوه قبل ايام بالكرك اسمح لي سنواصل الحديث بعد فاصل وقبل الفاصل اذكر فقط بالنسب الاوليه لسؤال شارك عبر تطبيق رؤيه والسؤال يقول: هل تؤيد وجود قوه دوليه في القدس النسب الاوليه 69% نعم 31% لا بعد الفاصل سنواصل القوام اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفنا الكريم و في الجزء الأخير اسمح لي بداية أن أسألك عن حال المرابطين من المرابطات في القدس اليوم وفي المسجد الأقصى أولا الرباط هو عبادة من العبادات وهذا وارد في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة وهذا رد على ما يعرف برئيس وزراء إسرائيل الذي يعتبر الرباط أنه غير مشروع م. قانونيا معم. هذا عبادة لا أحد لا يجوز لأحد أن يدخل به لانه امر ديني اي تعبد ديني الرباط ثم كل شخص ينوي الاقامه بالقدس والدفاع عن الاقصى هو مرابط فكلنا مرابطون عمليا لا. اما الذي لديه القدرة على التصدي للمقتحمين اليهود يعتبرونهم هم المستهدفون هم المرابطون نعم. وفي الحقيقة أننا جميعا مرابطين فيحاول الاحتلال أن يقزم موضوع المرابطين ورابطات بحصرهم في أعداد معينة حتى يبطش بهم ويتمكن من ضربهم ليه؟ تأديب الآخرين ولاخافه الآخرين، فحصر المرابطات بستين امرأه من وضعهم في قائمه سماها القائمه السوداء نعم احنا بنعتبرها القائمه الذهبيه بدون اي محاكمه وبدون اي ادله تجمعت اسماء جمعت اسمائهم من قبل الاجهزه الامنيه ومنعوا واخذت اسمائهم على الابواب المسجد الخارجية كلها قائمة بأسمائهم ممنوع حدا يدخل منهم والمرابطين أيضا هم الذين يجلسون لطلب العلم في باحات الأقصى ويكون بينهم من يقرأ القرآن يشرح تفسير يشرح فقه وهكذا ف فالآن آه نستطيع القول أن المرابطين المستهدفين هم خارج الاقصى. اما منهم مبعد نعم واما منهم معتقل مه. وكذلك المرابطات. طيب موقف السلطه الوطنيه الفلسطينيه مما يحدث شو رايك فيه؟ آه السلطه الفلسطينيه قيدت نفسها في موضوع اتفاقيه اوسلو باعتبار انه القدس مؤجله الى المرحله النهائيه. فأي عمل تقوم به السلطة في القدس تعترضه سلطات الاحتلال. حتى أي احتفال تحت رعاية السلطة الفلسطينية في القدس الاحتلال يمنع إقامته. نعم. وبالتالي هناك نوع من الحاجز اللي وضعته سلطات الاحتلال بين القدس وبين السلطة. نعم. نعم. موقف 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 السلطة من الانتفاضة من الثورة من من الحراك من الهبة الشعبية في القدس. نحن لم نلمس يعني سوى المشاركة من الفصائل بشكل عام. م. بمعنى باعتبار أن الهبة ما أخذت طابع فصيلي وإنما الجمهور. الطلاب الشبابي الحراك الشبابي دون تحديد هوية هؤلاء الشباب أو ميول هؤلاء الشباب نعم. باعتبار شعور واحد بلا انتماءات بلا انتماءات نعم. هذا هو طيب اسمح لي وإحنا سؤالنا الليلة عن وجود قوات دولية في القدس سؤال شارك عبر تطبيق رؤية وأنتم أصدرتم فتوى شرعية تحرم فكرة تدويل مدينة القدس وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك واعتبرت ذلك مرفوضا ومحرما شرعا نعم. أهمية هذه الفتوى إيه يعني ونعرض على الشاشة نص الفتوى نص فتوى تحريم تدوير القدس تفضل سمحتك أه أنا سبق لي أنه أصدرت فتوى في موضوع تدويل تحريم تدوير القدس لكن في الاسبوع الماضي لما تقدمت فرنسا مشروع بارسال قوات دوليه الى الاقصى <applause> الى مجلس الامن جددت هذه الفتوى ووسعتها من حيث اضفت كلمه الاقصى وان ما ينسحب على القدس ينسحب على الاقصى وقلت في العنوان التدويل او التهويد نعم <applause> للقدس والاقصى مرفوضان ومحرمان, مرفوضان ومحرمان, ومحرمان شرع. شرعا نعم. ليس فقط موضوع التدوير والتهويد ايضا الان لما نقول تدويل اولا يتعارض هذا مع الوصايا الاردنيه للاقصى لما نبعث قوات دوليه اذا ما عادش مفعول للاردن في الاقصى فالاردن اولى الدول التي ترفض شيء آخر لما يكون قوات دولية يعني تمثل هذه القوات مئة دولة مئة دولة في هيئة الأمم إذا كيف بدي أحرر أنا الأقصى؟ من بدي أحارب بقدر أحارب 200 دولة في العالم؟ بقدر أحارب؟ بقدرش. لكن الآن أمامي دولة واحدة اللي هي تعتبر الاحتلال. إذا معناته أنا بدي أحصل موضوعي في زوال الاحتلال. وليس في القوات الدولية. أيضا القوات الدولية توجد في الخليل حاليا شو مفعولها؟ ما لها أي مفعول سوى ترصد التجاوزات اليهودية عليها ترصد وتقدم هذه التجاوزات لهيئة الأمم المتحدة بس إذا معنى ذلك هذا الموضوع غير عملي نعم وفيه أخطار نعم بالاضافه من الناحيه الشرعيه الايه الكريمه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا يجوز ان يحكمني غير مسلم فهذا بدهم يحكموا الاقصى يجوا يحكموا الاقصى اذا وين صفت الاردن؟ وين صفوا المسلمين؟ نعم وين بدنا نحرر؟ طيب فهو مرفوض بس انا اشفق آه على اللي وافق واقر على تدوير القدس او تدوير الاقصى من الاستبيان لأنهم عفوا غير مدركين أو ليس لديهم الثقافة الكافية لمعرفة الأخطار المحدقة فيما إذا أجت قوات دولية طيب على القدس أو طيب الأقصى اسمح لي هناك وقد يسأل سائل هنا تدويل بحافظ على تراث المدينة يمنع الاعتداء المتكرر على الأقصى وكيف مم. لم يحصل قوات دولية إنها منعت لا في جنوب لبنان ولا في الخليل ثم إذا منعت على فرض منعت طيب وأنا بدي أمنعها بدي بدي أحرر القدس إمتى؟ إمتى بدي أسلم سيادتي؟ إمتى بدي أحافظ على سيادتي؟ ثم هذا البيت بيتي هذا البيت بيتي أنا المسؤول عن خدمته وحراسته وسدنته وحمايته لست قاصرا حتى غيري يفرض رأيه علي او يفرض وصايته علي. لا وصايه لغير المسلم عليه. وبالتالي الاولى والاجدر بالاردن هو الذي يمنع، ومع ذلك اسرائيل منعت ليش التدويل؟ ليش منعت المشروع الفرنسي؟ لماذا؟ لماذا؟ لان اسرائيل تحلم وتخطط لان تكون لها السياده على الاقصى. شايف كيف؟ بينما نحن اصحاب المكان نحن نرفض هذه الوصاية كما نرفض التدويل والتهويد يعني ممكن واحد يقول لك ايه انت حضرتك ترفض التدويل اذا ما انت موافق على التهويد لا الفتوى جمعت بين التدويل والتهويد بينما العنوان هنا الحقيقه لازم يقول التدويل او التهويد مرفوضان معا نحن لا نوافق على التدويل لا نوافق على التهويد ونحن اصحاب البيت ولنا السيادة غير هيك ما في ليه؟ لأن هذا القرار من الله مش مني ولا من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم قرار الله سبحانه وتعالى من رب العالمين من السماوات العلى بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثم أنا يعني بتألم من جامع الدول العربية التي تبحث موضوع الأقصى أو القدس مباشرة تحيلوا على مجلس الأمن إذا لو اجتمعتوا شو في داعي للاجتماع إذا نحن من حوله خلص يعني هذا دليل على العجز ودليل على التهرب من المسؤولية طيب في, في الكرك قبل أيام تحدثت عن أن ما يجري في الأراضي المحتلة يؤكد أن الاحتلال يمكن أن يهزم وأن تنتصر على الإرادة الفلسطينية كيف ذلك؟ نعم. الانتصار لا يكون بزر كهرباء اطفي واضوي. الانتصار في النهايه لاصحاب الحق، اصحاب الارض. ولا بد من هذا الانتصار، ولا بد من زوال الاحتلال. لكن متى؟ هذا امر لا نستطيع ان نحكم به. وكيف؟ ايضا لا نستطيع نحن نامل. ان تتحمل جميع الدول العربيه الاسلاميه المسؤوليه لان الاقصى شانه شان المسجد الحرام بمكه المكرمه والمسجد النبوي في المدينه المنوره واذكر العلماء حينما ارادت جماعه طالبان في افغانستان حاولوا يهدموا تمثال بوذا قامت الدنيا ولم تقعد وعلماء المسلمين في المقدمه كان النموذج كانه التمثال الهم ومنعوا طالبان من يهدموا التمثال طيب ما دام كنتم محرقين وزعلانين ومنفعلين على تمثال بوذا اللي في افغانستان طيب ليش ما تنفعلوا بشيء الموضوع الاقصى المهدد والمخطر هذا المؤلم وهذا يعني أن الدول العربية وعلمائها منشغلين في مشاكلهم الداخلية والصراعات الدموية، هم السائلين لا عن القدس ولا عن الأقصى. الموقف العربي الرسمي والشعبي اليوم أقل من المطلوب من وجهة نظرك؟ ما في شك ليسوا في المستوى المطلوب والتحدي. في المستوى المطلوب والتحدي. شو المطلوب اليوم منهم؟ هم يعرفون واجبهم الدول وواجبهم الشعوب تتفاعل تعمل مسيرات تعمل مظاهرات بتعبر عن رأيها لكن بدنا هاي الشعوب تقنع دولها تضغط دولها أن تتحرك الحراك السياسي والحراك الدبلوماسي والحراك الاقتصادي كل دولة عليها أن تعرف شو واجبها لسنا ننظر على الدول الدول هي التي تقرر كيف تعمل وكيف تتحمل المسؤوليه، لكن ما في مجال للتهرب من المسؤوليه. الموقف الاردني الشعبي والرسمي. الشعبي احنا شايفينه ما شاء الله يعني متفاعل بشكل قوي، والرسمي ايضا، والرسمي ايضا، ولكن المشكله في الموقف الاسرائيلي الذي يحاول ان يراوغ مع الاردن في تصريحات نتنياهو. لكن احنا بدنا المتابعة بعد تصريحات نتنياهو الذي يقول فيها اه اننا نحافظ على ال ال الواقع ال ال الوضع القائم والوضع الراهن ماذا يعني هو نحن نعني ان الوضع الراهن ما قبل 67 هي الوصايه الاردنيه تستمر وان يبقى الوقف الاسلامي هو المسؤول والمسلمون هم السدنه وهم الخدم وان اي زائر غير مسلم يلتزم الادب والاحترام لبيت لهذا البيت دون اي استفزاز، دون اي تحدي. اذا بيلتزم نتنياهو هكذا تنت المشكله. لكن لنرى على ارض الواقع شيء وتصريحاته شيء اخر. هو فيها خداع كيف؟ بيقصد الواقع يعني واقع اليوم يعني اليوم مش راح نغيره طب اليوم احنا مش راضين عنه اليوم هو تجاوز أوه. للخطوط الحمراء لن نسمح بتجاوزاته وكان الجواب عند الجيل الطالع والصاعد هذا الجواب طيب احنا معانا ممكن دقيقه سمحتك وانا ساترك لك في هذه الدقيقه رساله توجهها للامتين العربيه والاسلاميه ولاهلنا في القدس وفلسطين. نعم بالنسبه لاهل فلسطين هم يقومون بواجبهم ضمن الامكانات المتاحه لهم وامكاناتهم المحدوده ونطالبهم ان يجعلوا من القدس هي البوصله. كذلك بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية يجعل القدس بوصلة نعم رغم الانشغالات التي في بلدانهم لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية بالنسبة للقدس التي هي لجميع العرب والمسلمين وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل من يقصر بحق القدس والأقصى نحن نحيي الأردن ملكا وحكومه وشعبا لما لمست من تفاعل قوي جدا وهذا امر ليس بالغريب هذا امر متوقع آه الاردن وفلسطين شقيقان لا يفصل منهما سوى النهر نهر الاردن وهما عبر التاريخ متلازمان حضاريا وثقافيا وتاريخيا وجذريا فضيلة العلامة دكتور الشيخ أكرم صبري شرفني بحضورك شكرا جزيلا لك لتشريفنا اليوم في نبض بلد شكرا جزيلا لك أذكر فقط بالنسب النهائية لسؤال شارك عبر تطبيق رؤية لهذه الليلة والسؤال يقول هل تؤيد وجود قوات دولية في القدس النسبة النهائية 68% نعم و32% لا إلى هنا إذا نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض بلد رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم نلتقي غدا تصبحون على خير